شو اسمها؟ بيتزا. بيزا. لا، بيتزا. بيتزا. أيوه، يلا قولها مرة تانية لشوف. بيتزا. بيتزا. برافو عليك يا شاطر. صحتين. حبيبتي كلي هاي قطعة، صار المساء وما أكلتي شي، ما بصير هيك. مو جوعانة ناريمان، يسلموا. شهرزاد، مو جوعانة. اسمعيني، إذا ما أكلت رح أزعل منك كتير. بدك أزعل منك؟ طيب باكل، بس مشان خاطرك. يلا. لازم تروحوا على البيت بعد الأكل، مو؟ كنان بعد شوي بينعس. وأنت؟ أنا بدي أشتغل شوي. كيف يعني؟ مو على أساس مسافرة؟ لسه محتارة شوي، يعني ما حددت موعد أكيد. مو كنتي مجهزة كل شيء؟ في شوية أمور لسه ما حليتها. بتمنى تنحل بسرعة. أنوار، شهرزاد ممكن تسمعني إذا حاولت معه؟ اصحك ياسمين، اصحك. بس يعني أنت ما غلطت بأي شيء؟ غلطت، وغلطة كبيرة كمان. طلعت واحد كذاب.